وفي ختام كلمته أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر وإريتريا والصومال بصفة دورية، ما يحفظ مصالحنا وأهدافنا المشتركة. كما جدد الرئيس السيسي التزام مصر وتعهدها ببذل أقصى الجهد لخدمة أهداف ومصالح وتطلعات دول وشعوب منطقة القرن الإفريقي. وأتطلع لمواصلة التنسيق بيننا بصفة دورية بما يحفظ مصالحنا وأهدافنا المشتركة. كما أجدد تأكيدي على أن مصر لن تدخر جهداً ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا بمنطقة القرن الإفريقي من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً.